شكرا يا مصر. رسالة خرجت بكل براءة من أطفال قطاع غزة في الفيديو اللي تصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت، واللي ظهر فيه عدد من أطفال القطاع وهم فرحانين وبيوجهوا الشكر للشعب المصري بسبب الملابس الشتوية اللي وصلتهم من مصر. فرحة الأطفال بالملابس الشتوية كانت كبيرة جدا زي ما احنا شايفين بالضبط كده في الفيديو، خصوصا في ظل موجة البرد الشديدة. طلبت أختنا بمصر إنها تدفي أطفال غزة، فخلتنا نجيب جاكيتات. شكرا مصر، خليكم معنا. كيف حالك يا عمو؟ شكرا مصر. كيف حالك يا عمو؟ جعان. شكرا مصر.